الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، الآباء الفاضل، الإخوة الكرام، الأهل جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده معصوما، وألا يجعل بيننا ولا فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا هداة مهديين وأن يهدي بنا. كما سمعتم، عنوان هذه الكلمة والمحاضرة هو مشاهد من الآخرة. والناس يا أخواننا يحتاجون إلى التذكير بيوم المعاد الذي سيحصل ويحدث لا محالة، وما منا من أحد إلا وسيلقى ربه تبارك وتعالى في ذلك اليوم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. والإنسان مهما طال عمره ومهما كثر ماله ومهما عظم علمه ومهما قوي سلطانه ومهما كثرت عشيرته ومهما اشتهر بين الناس وصار عندهم عظيما معروفا مقدما وجيها، فلا شك ولا ريب أنه سيلقى الله ولا ينفعه يومئذ إلا إيمانه الصحيح وعمله الصالح. ولذلك كان الإيمان بهذا اليوم من أركان الإيمان الست، وهو الإيمان باليوم الآخر. وكثيرا ما يقرن الله سبحانه وتعالى الإيمان باليوم الآخر بالإيمان به عز وجل، وكثيرا ما يشترط على المؤمنين بالله واليوم الآخر أن يفعلوا كذا وكذا أو أن ينتهوا عن كذا وكذا، وكثيرا ما يهدد الله سبحانه وتعالى المجرمين والظالمين والمتكبرين بهذا اليوم. ولذلك يا أخواننا نحن بنحتاج نتذكر، كذلك لنحسن الأعمال الصالحة ونكسر من ثورة المادة التي هي الآن تضغط وتغلب على الناس فتنسيهم الإيمان وتنسيهم الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى وتنسيهم تحسين العمل الصالح. وهذا من ثمرات الإيمان باليوم الآخر، إن أخواننا الإنسان يحسن أعماله وما يغفل ويعتبر الدنيا اللي ضغط عليه أو البقت كثيرة في يده يعتبر أنها وسيلة وأنها مساعد له على طاعة الله سبحانه وتعالى لينجو يوم القيامة. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: كل نفس ذائقة الموت، ما من نفس إلا وستموت. وده ما الموضوع، لأن المسلم والكافر عارف روح حيموت، لكن الشأن ربنا قال: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز.
وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فالإنسان يا أخواننا إذا أقبل على القرآن والسنة وتأمل ما ذكر فيها عن اليوم الآخر الذي لا يكفي الحديث عنه محاضرة أو كلمة، فإنه سيرق قلبه ويتوب ويرجع ويتذكر، وده المقصود. ولذلك ربنا عز وجل لما خاطب الكافرين، هذه من المواضع التي أقسم الله عز وجل فيها، قال الله تبارك وتعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فالإيمان باليوم الآخر والإنسان يتذكر ما فيه، ده أخوانا بيقود إلى الطاعة والأعمال الصالحة، وإنه يبعد من الشهوات والمعاصي خاصة التي صارت في متناول الجميع، وبقى الإنسان الذي يجاهر بالمعصية نجما في المجتمع، والذي يجاهر بالمعصية تسلط عليه الأضواء، ويحاول الكثيرون أن يقدموا مثل هذا على أنه قدوة للشباب. عشان كده نحن بنقول للناس تذكروا يوم يقوم الناس لرب العالمين. اليوم الآخر لشدة هوله وما فيه تنوعت أسماؤه وكثرت، والشيء إذا كثرت أسماؤه وتنوعت يدل ذلك على عظمته. العرب قالوا زمان أدوا الأسد 100 اسم، لأنه كان عندهم إذا ضربوا المثل بالأسد فقد قطعوا الكلام، وكل شيء له شأن، تكثر أسماؤه فإنه يدل على عظمته. واليوم الآخر أسماء كثيرة، ربنا سماه يوم القيامة، سماه الساعة، سماه الزلزلة، سماه القارعة، وسماه يوم الحسرة، ويوم الآزفة، ويوم التغابن، وغير ذلك من الأسماء الكثيرة. وأي اسم من هذه الأسماء له معنى ويحمل هولا من الأهوال لا يحمله الاسم الآخر. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أورد البخاري رحمه الله وأحمد وغيره من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى يوم القيامة لآدم: يا آدم أخرج بعث النار، وفي لفظ أخرج بعثا إلى النار، وفي لفظ أخرج بعثك إلى النار. فيقول آدم عليه السلام: وما بعث النار؟ قال: من كل 1999 إلى النار، وواحد إلى الجنة. فذلك يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها. يوم عظيم، يوم شديد. عشان كده ربنا عز وجل قال: إن زلزلة الساعة. والزلزلة الخوف والفزع والرعب الذي يصيب القلوب من تغير أحوال العالم،
ومن تغير الدنيا ومن اضطراب الأمور ومن رؤية ما لا قبل للإنسان بتصوره. عشان كده ربنا عز وجل قال إذا الشمس كورت لفوها شمس. اللي بيستفيدوا منا الآن الناس في المصالح الدينية والدنيوية، النور بتاع الشمس ده لو غاب ما بيتعوض في الزراعة وفي تصاعد الأبخرة ومصالح عظيمة، وبيقتل بكتيريات وفيروسات وفوائد لا يعلمها إلا الله. الشمس هذا المخلوق العظيم هذا يلف ويكور، إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت يعني تساقطت على البحار. وقبل فترة ظهروا جماعة ملاحدة قالوا، قال ابن عباس النجوم انكدرت يعني تساقطت في البحار في الواطع يعني. قالوا ده ما ممكن نقريه للأولاد، ده المدعو القراي. قال لأنه ولدنا الصغير قال بيعرف إنه النجوم دي أكبر من الأرض فكيف تقع فيها. وهذا لو قرأ القرآن الذي يزعم أنه يؤمن به لا زالت عنه هذه الشبهة، لأن ربنا قال يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، يعني برضو حتبدل غير السماوات لأن الواو دي حقة العطف. وبرزوا لله الواحد القهار. وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت، يعني النوق العشراء التي كادت أن تنتج، فالناس من شدة ما أصابهم الهول لما غفلوا عنها وخلوها، والبحار اتفجرت وخرجت منها النيران والوحوش حشرت بقت ماشية مع الناس، تلقى جنبك وحش عظيم ماشي. بل في مشاهد أعظم من ذلك ربنا عز وجل قال أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أما يمشي سويا على صراط مستقيم، يعني ده يوم القيامة. في ناس الواحد بيمشي بوجهه ماشي بوجهه، انت ماشي بكور عينك انت بتشوفه يوم القيامة. والذي أمشاه على رجلين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قادر على أن يمشيه بوجهه، الذي لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ وبتلقى في ناس كأمثال الذر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والذر هو النمل الصغير، زول في الدنيا دي كان زول كبير وزول متكبر وزول بعيد من الحق وزول يصد الناس عن الخير وعن الحق متكبر. يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى يحشره زي النملة الصغيرة، هو إنسان لكن في ذلك الحجم. عشان كده اليوم ذاك يوم صعب ويوم عصيب. قال فيقول الله عز وجل لآدم أخرج بعث النار، فيقول وما بعث النار؟ قال من كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة. قال فبكى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه من ذلك الهول، وكان ذلك في سفر كما جاء في بعض الروايات. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما أنتم في الأمم إلا كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض أو كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟
قال فكبرنا. ثم قال أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قال فكبرنا. قال أما ترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة؟ قال فكبرنا. فذي أخوانا هول عظيم ومشاهد مفزعة. ربنا قال ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت. ما في طريقة تهرب من ربك. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. إذا قدرت تهرب، عشان كده الجن قالوا شنو؟ وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. لما سمعوا القرآن آمنوا به وأيقنوا وقالوا نحن ما عندنا طريقة نمرق من ربنا ونشرد منه ونفلت من قبضته، عشان كده آمن. ربنا قال يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وأحن ما تكون المرأة وهي ترضع. القرطبي قال المرضع بغير الهاء، بغير التاء المربوطة دي، ده قال اسم المرأة كحامل وكحائط مرضع، لكن لما بتكون هي بالجد بترضع بتدوها التاء المربوطة. ربنا قال يوم ترونها تذهل، بتكون ما شعر بيروح ناس يا ولد ده وهي ما شعر بيروح. تذهل كل مرضعة عما أرضعت، أي مرضعة ما من الإنس براه. وطبعا ده يا أخواننا حال صعب شديد، لأن يا أخواننا من أعظم ما تكون الرحمة والشفقة في قلب الأم، وأعظم ذلك في حال إرضاعها لولدها. ولذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته وحروبه وجاءت امرأة من السبي تبحث عن ابن لها صبي فلم تجده، فبحثت عنه حتى وجدته، فلما وجدته ألصقته إلى صدرها ثم أرضعته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أترون هذه تلقي بولدها في النار وهي تقدر على ألا تفعل؟ قالوا لا. قال الله أرحم بعباده من هذه بولدها. لكن الشاهد الرحمة، إنه قلبها فيه الرحمة، فيوم القيامة الرحمة دي هي بتنساها لشدة ذلك الهول. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وتذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. الجنين بيسقط، السبب شنو؟ السبب الهول العظيم والكرب الشديد. وتضع كل ذات حمل حملها. ربنا قال وترى الناس سكارى، والسكران هو غائب العقل. الناس دي يا اخواننا ما شربوا حاجة تسكروا، لكن الأهوال طاشت بهم. عشان كده ربنا عز وجل قال يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وربنا قال كأنهم جراد منتشر، يعني منتشر في غير ما وجهه، ما عارف روحه ماشي وين. فهنا يا اخواننا ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم عن نفسه مالك يوم الدين. اليوم ده كله حق ربنا، مع إنه الدنيا والآخرة كلتيهما
يملكهما الله. لكن لماذا خص الآخرة؟ لأنه زي ما قال عمر بن الخطاب قال: اعملوا فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا يعني يوم القيامة حساب ولا عمل. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. فالإنسان يعمل للآخرة ويتزود لذلك اليوم، لأن أخواننا أهواله صعبة. إذا كان الأنبياء يوم القيامة يقولون: اللهم سلم سلم، ويذهب الناس إلى الأنبياء يشفعون لهم، فيعتذر الأنبياء من شدة ذلك اليوم، حتى يقول إبراهيم عليه السلام: ربي لا أسألك اليوم إلا نفسي. نبي من أولي العزم الخمسة من الرسل، وهو خليل الرحمن، والخلة مرتبة ومنزلة رفيعة من درجات المحبة. مش إنه بيحب الله وبس، ربنا سبحانه وتعالى يحبه، وفي المحبة نال مرتبة الخلة. وده فيه يا أخواننا إنه يوم القيامة ده ما في زول عنده لزول حاجة، شكده لو داير الآخرة تنجض عملك في الدنيا من هسه. الزول اللي بيقول إنه يوم القيامة في ناس بينفعوه، ده أخير له يصلح شغلته منهن، لأنه دي شغلة نية. ربنا قال: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. ونفس في الموضعين نكرة، يعني يوم لا تملك نفس مهما عظمت لنفس مهما كانت منها قريبة وحميمة، شيئا نكرة في سياق النفي، أي حاجة ما بيملك لك شيء. ربنا قال: والأمر يومئذ لله. فاليوم ده يا أخواننا ربنا عز وجل قال عنه: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. ربنا قال: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها. الآخرة دي عندها سعي. في ناس يقول لك كل الطرق تؤدي إلى روما، أنا ما ماشي روما، تزول ماشي الآخرة. ربنا قال: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ربنا سبحانه وتعالى يقبل هذه الأعمال وينميها لهم بفضله ورحمته، ثم يدخلهم بسببها الجنة. من هذه المشاهد العظيمة، والمشاهد كثيرة في القرآن، المشهد الذي أقف عنده أولا مشهد في سورة الفرقان. ربنا عز وجل قال: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتا، بيدعو على روحه، ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر يعني القرآن بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ده من المشاهد. إنسان ربنا بيبعث يوم القيامة وهو نادم، وهو متحسر. والإنسان يا أخواننا إذا فاته خير في الدنيا
وتحسر فإنه يعض على الأصبع، لكن ده قالوا بيأكل يدينه لحد ما يحصل المرفق. ربنا قال ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ريت لو أنا كنت باريت طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، يا ريتني ما صاحبت فلان المعين. لماذا؟ لأن أخواننا ورطوا، لقد أضلني عن الذكر يعني القرآن بعد إذ جاءني. ربنا قال وكان الشيطان للإنسان خذولا. الظالم هو المشرك، الظالم لما تلقاه في القرآن هو المشرك. ولذلك لما نزل قول الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فالآية دي من ناحية لغة عربية بتفيد إن الإنسان لو وقع في أي معصية صغيرة كانت أو كبيرة فإنه لا يكون آمنا ولا مهتديا. فشقت هذه الآية على الصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له وأينا لم يظلم نفسه، قال ليس إلى الذي تذهبون، ألم تسمعوا قول العبد الصالح لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالظالم في الآية دي المشرك. ولذلك العلماء ذكروا في سبب نزول هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه أحد المشركين عقبة أو غيره، وكان قد رجع من تجارته إلى الشام، وكان من عادته أنه يسمع وليم ويشق عليه أن لا يأكل أحد من هذه الوليمة، فكان ممن دعا أنه دعا النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في بداية الإسلام. فرجى رسول الله صلى الله عليه وسلم إسلامه فقال لا آتيك حتى تسلم، فتشهد الشهادتين. فسمع به أبي وقيل أبو جهل، فقال صبأت وتركت دين آبائك. ودي أخوانا من أكبر المشاكل والشبهات اللي بتلاقي كثير من الناس تضلوا لك، يا زول تخلي دين أبواتك، أنا يا زول داير الجنة، والجنة دي ما بيمشوا لها بالأبوات، الآباء والطريق حقهم ده، لو عندك موضوع أسري، عندك موضوع بتاع مشكلة دار تمشي تحلها، في موضوع بين قبائل دار تسعى في صلح، معليش. أما الطريق إلى الله سبحانه وتعالى فإنما يعلم بالوحي، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم شكاهم في نهاية الآيات دي. ربنا سبحانه وتعالى قال ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، قال له أنا ما برضى منك لحد ما ترجع وتكفر، فرجع وكفر فنزلت فيه هذه الآيات. عشان كده في بعض القراءات ليتني لم أتخذ أبيا خليلا، أبي بن كعب، لا أبي بن خلف، أبي بن خلف قال لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني يعني القرآن. ربنا قال وكان الشيطان للإنسان شنو؟ خذولا، لأنه الشياطين دي يا أخواننا ما شياطين الجنبرة، في شياطين إنس بيزينوا للناس الباطل ويزينوا لهم الشرك ويزينوا لهم المعاصي ويزينوا لهم البدع. فأي إنسان اتخذ له خليل وصاحب
وكان سبب في ضلاله له نصيب من هذه الآية. ربنا قال الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. عشان كده قال لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. ربنا قال وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. يتخيل زول بيجي يوم القيامة والنبي عليه الصلاة والسلام بيشكوه، باقي لك ده بيفلح يوم القيامة؟ انت يوم القيامة محتاج لأقل حسن، تجي انت يوم القيامة ويكون خصمك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. الناس العمل شنو يا اخواننا؟ دي جريمة كبيرة والله. الجريمة ربنا ذكرها في البداية ويوم يعض الظالم المشرك. والشرك يا اخواننا هو من بل هو اعظم ذنب عصي الله سبحانه وتعالى به. وكثير من الناس لما يسمعوا تحذير الدعاة من الشرك يقول لك يا اخي انت الأمة دي هذه لها الأمة مالك انت؟ موضوعك واحد. الشرك يا اخواننا خافه الأنبياء على أنفسهم. خليل الله إبراهيم وهو من هو؟ ربنا قال إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. ربنا وصفه بأربع صفات هي من أعظم الصفات، وهو قدوة، وهو مستمر ودائم على الطاعة، وهو مخلص لله، وهو الذي كسر الأصنام وأخرجه أبوه من أجل دعوته إلى التوحيد. بعد ربنا قال وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. ده إبراهيم الخليل عليه السلام. والنبي عليه الصلاة والسلام كان من دعائه اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأعوذ بك من الذنب الذي لا أعلم. فهذين سيدا الأنبياء والمرسلين ربنا علمهم إنه يخاف على روح من الشرك. طيب الشرك ده شنو؟ الشرك إنه حاجة حقت ربنا سبحانه وتعالى يدوها لمخلوق، وهو مأخوذ في اللغة من الجزء والنصيب والضم والخلط. لأن الشركة أي واحد بيجيب جزء من مال ويضمه لما الزول المعاو ده يخش معه في الشركة ويخلطون مع بعض، وبعدين الربح أي زول بيكون عنده نصيب. هذا معنى اللغة وهذا معنى الشرك. لأن أخواننا المشرك هو حق ربنا سبحانه وتعالى الدولة المخلوق، لأن العبادة هي حق الله وحده لا شريك له. لو في زول قال أنا العبادة حقتي وجاب لنا أدلة نقول له خلاص مبروك عليك شرك. بيقدر يجيب؟ ما بيقدر. طيب الناس بتزعل ليه؟ العبادة حقت منه؟ حقت ربنا. النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث معاذ قال أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد، هسي الليلة لو زول عنده طين ولا عنده دم ولا عنده قروش ولا عنده عقار أو جزء في ورثة، بتلقى المحامين قائمين وقاعدين، وتلقى المشاكل والعكاكيز، والناس الليلة لما الحال ضاقت عليها قفلوا الشوارع وجاطوا البلد. ليه؟ قالوا دارين حقنا، نحن عندنا حق. طيب الله ما عنده حق؟ ولما يقولوا حق الله الناس بيزعلوا ليه؟ فالعبادة دي حقة الله. ربنا ما خلق
البشرية والجن والمخلوقات والسماوات والأرض والجبال والأنهار والبحار إلا عشان الحق ده، إن العبادة دي يصرفوها لربنا عز وجل براه. ربنا قال ألا لله الدين الخالص، ربنا قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. ربنا قال وإلهكم إله واحد، يعني المستحق للعبادة واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. طيب لو في زول سأل ليه نعبد الله، ربنا قال إن في خلق السماوات والأرض، الخلق السماء والأرض منه الله، والخلق بالطريقة البديعة منه الله، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، السفن دي كتل وأطنان لا يعلم يعني وزنها إلا الله، بعد ده بتمش في الموية، عشان كده ربنا قال وهو الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، عشان تشكروا الله. فربنا قال والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. دي الأدلة بعد ربنا قال ومن الناس، بعد الأدلة الواضحة دي ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا، وده من المشاهد تحت الآخرة، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا، يعني الآلهة ما نفعته، وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا، كانوا في الدنيا بيندهون مع الله، يقول لك داير ولد أمشي اديه وقيتين بتاع الذهب يديك ولد، أو اديه وقي الذهب، أو لو ضاقت بيك الحال أمشي له وخليك اكتب لك حجاب علقه، أو لو في بهيمة من بهايمك راحا، أو لو مقدم على أمر دار تسافر دار تزوج خليه يمشي يرقد لك بالخيرة. ربنا قال إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. العلماء قالوا هي العلاقات تحت الدنيا، وقال الذين اتبعوا، وقال الذين اتبعوا للذين اتبعوا لو أن لنا كرة، لو في طريقة نرجع للدنيا فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. ربنا قال كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. عشان كده يا أخواننا أعظم ما ينجي من شدائد الآخرة إن العقيدة تكون صحيحة، ما تنده لك زول قبة ولا بيان ولا صالح ولا رسول ولا ملك، ما تنده مع الله. لو دار تمشي لي الله نجيط بأعمال ربنا سبحانه وتعالى بسببك يدخلك الجنة، أول حاجة تنجض العقيدة دي، لأن يا أخواننا ربنا سبحانه وتعالى بيّن في القرآن إنه المشرك مما يموت بيدخلوا طوال جهنم والعياذ بالله، والزول اللي بيغش الناس وما يقول لهم الكلام ده، ده ما داير لهم الخير. كلام ده صح، في كثير من الناس ما بيرضوا ويشاكلوك فوق ويزعلوا، لكن ده اللي بينجيك أمام الله. والله ما ينجيك من كرب الدنيا والآخرة إلا التوحيد. أقرأ القرآن، ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة الأعراف فمن أظلم، يعني لا أحد، ممن افترى على الله كذبا
أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، قال ابن كثير يعني من العذاب، حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم. لما الملائكة بتاعت الموت تجي تقبض روح الزول ده، قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله. طبعا هنا في الدنيا ناس يقول لك يا زول ما تجيب اسم، الاسم خليه أنا ما بجيبه، لكن الملائكة بعدين بتجيبه، شيت حيلك بس نجد العقيدة. ربنا قال كده في سورة الأعراف، قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله. الآية دي ما واضحة يا أخوان، صريحة الكلام ده يا أخوان، ما حق جماعة ولا حق طريقة ولا حق حزب ولا حق جمعية، لا ده كلام رب العالمين في القرآن. أفتح سورة الأعراف، حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله، وين اللي كنت معلق به قلبك؟ وين اللي كنت لما يقولوا لك نادي الله براو قلبك بينقبض، ولما يقول لك فلان انت بتتكيف وتنشرح ويجيبوا لك القصائد تلقاه فرحان ويمكن يبكي ويقروا عليه القرآن من الفاتحة للناس ما بيتأثر. شوف التبكيت ده كيف. قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا، لأنه في زي ما قالوا أهلنا في تولته في رقبته، لا يمرق رقبته. قالوا ضلوا عنا، ربنا قالوا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها. كلما جماعة كانوا بيدعوا غير الله يخشوا لجهنم بيلعنوا الجماعة اللي جوهم قاعدين جوا. كلما دخلت أمة في النار لعنت أختها حتى إذا اداركوا، يعني أدركت الأمة الأخيرة الأمة الأولى، حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل، أنتم أحسن مننا. دي شكل جوا جهنم، سبب شنو؟ الشرك. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. ربنا قال إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء. وهذه الآية قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفسرها، ذلك أن العبد الفاجر والكافر إذا قبضت روحه وصعدت بها الملائكة فيقول أهل السماء لمن هذه الروح الخبيثة؟ كأنتني ريح جيفة على وجه الأرض، فيقولون لفلان ابن فلان بأخبث أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، فحينئذ تطرح الروح طرحا ولا تفتح لها أبواب السماء. ربنا قال ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. عشان كده ربنا عز وجل قال إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء، لما الروح تمرق، ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. وده من التعليق بالمستحيل، إنه لما تجي ناقة تمرق لها بقد إبرة بعد ذاك ديل ممكن يخشوا الجنة، أو حتى يلج الجمل قال هو حبل السفينة العظيم، لما يخش في ثقب الإبرة بعد ذاك ديل ممكن يخشوا الجنة. لهم من جهنم مهاد، يتخيل الزول الفرش حقه والعياذ بالله نار جهنم، ومن فوقهم غواش
وكذلك نجزي الظالمين. ولذلك يا أخواننا أعظم ما ينجي من كرب وشدائد الآخرة هو التوحيد. من المشاهد العظيمة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن، ربنا سبحانه وتعالى قال: وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا: لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. ده برضو مشهد. وبرزوا لله جميعا، يعني ما في زول بيتخفى يوم القيامة، كلهم ظاهرين لله سبحانه وتعالى. المعظمين والأتباع. فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا، أنا في الدنيا كنت معك، أي حاجة قلت علي سويتها. أستاذك يا فقير، دي قصائد الآن بنسمعها، وده يا أخوانا يعني غاية في الضلال. قال: أستاذك يا فقير كون عنده ذليل حقير. طبعا دي أخوانا ما مهمة، أو ده ما من الأدب، وإنما هذا من العبادة. ده كده اتعبدته، أنت ما محترمه كده، لأنه الاحترام إنك تسمع كلامه وتشاوره وتستفتيه وتتعلم منه وتقيف معاه في الحوائج الدنيوية، ما في مشكلة، لكن تبقى له حقير ذليل؟ ده قال بيعلم في المريد حقه، قال له: أستاذك يا فقير كون عنده ذليل حقير. ربنا ما أمرك كده، له أتبعك الصغير لا تميل أبدا لغير. ده يا أخواننا ذاته من المشاكل. قال لك: أنت لو بقيت في طريقة أستاذ معين ما تمشي الطريقة الثانية، الطرق المنتشرة الموجودة الآن دي، بقيت في الطريقة الفلانية ما تمشي للطريقة العلانية. قالوا: لأنه يخشى عليك سوء الخاتمة. سوء الخاتمة في طريقتك أنت، ولا سوء الخاتمة في مفارقة طريق النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: كن له قريب جار، وله أخدم بغير إيجار، في كربك أنده. وده الشرك، إنك تنادي مخلوق: يا فلان، يا دي ما ترفع إلا لله، تقول يا فلان للمخلوق، ده كفر وشرك. ربنا قال كده، ربنا قال: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له، يعني ما حيلقى عليه دليل، فإنما حسابه عند ربي إنه لا يفلح الكافرون. وربنا قال: قل أندعو من دون الله، دون الله الرسل والملائكة والأولياء والصالحين والجن والشياطين، كلهم دون الله، كلهم واحد فيهم بيستحق العبادة ما فيه. ربنا قال: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا، وده فيه دليل إنه دعاء غير الله ردة، بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. ولذلك أخواننا ربنا سبحانه وتعالى ما جعل جزاء للمشرك في الآخرة إلا النار. ربنا سبحانه وتعالى قال: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. بعبادتهم كافرين كيف؟ يعني بينكرك. ربنا هنا قال في سورة إبراهيم: وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا: لو هدانا الله لهديناكم. وده أخواننا يدل على أنه هذا الإنسان كما قال الله أضل من البهيمة،
النوعية دي، لأنه أنت خاشي معاه في النار الاثنين داير يمرقك كيف؟ فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا لو هدانا الله. ديل الكبارات ماذا ما بيفهم في النار داري باري، قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا واحد أجزعنا لو كوركنا وصرخنا أم صبرنا ما لنا من محس، ما في مخرج. شكد ربنا عز وجل قال في سورة فاطر والذين كفروا لهم نار جهنم، يعني ما عندهم جزاء إلا النار، لا يقضى عليهم فيموتوا، ما بيرتاحوا. بيسألوا الله إنه ربنا كما سيأتي في الآيات إنه ربنا سبحانه وتعالى يقبض أرواحهم ويرتاح. ربنا قال لا يقضى عليهم فيموتوا. الأذان تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الله سبحانه وتعالى الذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. ربنا قال وكذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها، يعني جوا جهنم. ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. الجبال ده ما كان صالح ليه أخواننا؟ لأنه ليس فيه إخلاص ولا توحيد، عمل مقرون بالشرك ده ما صالح. شكذا ربنا عز وجل قال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك. والآية دي جاءت في سياق الشرط، يعني انت ممكن تقول لك جملة شرطية اذا ما تحقق بدايتها النهاية ما بتتحقق، فأنت تقول من لم يتوضأ لم تصح صلاته، صح ولا ما صح؟ زول راجي إنه صلاته دي تصح وهو ما توضأ، الكلام ده بيجي؟ ما بيجي. عشان كده ربنا قال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولذلك ربنا هنا قال لهم كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. ربنا قال أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. قيل النذير القرآن، وقيل النذير هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وقيل النذير هو الشيب، وذين كلهم نذير، كل هؤلاء نذر. فذوقوا فما للظالمين من نصير. شكذا ربنا سبحانه وتعالى قال حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. ما لك راجع في شيء؟ لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ربنا قال كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم. شما تقول أنا ود فلان ود علان، فلا أنساب بينهم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة رضي الله عنها سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، لما عشيرت وأهل عليه الصلاة والسلام قال يا معشر قريش يا بني هاشم يا عباس ابن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا صفية عمة رسول الله، يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، لا يأتيني الناس يوم القيامة بأعمالهم وتأتوني بأحسابكم فأقول لا أغني عنكم من الله شيئا. لأنه في ناس يقول لك يا زول احنا والله ما عندنا يا أخي، جايبين واحد في منطقة هنا في شرق النيل عامل لنا نوبات وطارات وعبادة بالبدع ما أنزل الله بها من سلطان، وينادي في غير ربنا سبحانه وتعالى،
والجماعة اللي قاعدين يقول لهم عليه الطلاق كلكم تخشوا الجنة. يا زول بطلاق. وطبعا يا اخواننا يدل على الجهل، لانه ما ممكن تعلق الطلاق والحليفة بتاعتك بحاجة هي ما في يد البشر ذاته، في بيد الله. يعني هزول يقول عليه الطلاق، المطرة دي يا تنزل يا المرة طالقة، ده زول عاقل؟ خليك من الدين، ده زول عاقل هسي؟ فده يا اخواننا كله من الضلال. الإنسان يرجع إلى الله، ربنا عز وجل قال فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. قال ابن كثير كالحون يقرب من النار فتحرقه وتشويه النار، قال فتتقلص الشفة العليا حتى تصل إلى فروة رأسه وتنزل شفته العليا السفلى حتى تضرب صرته وهم فيها كالحون. ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، قال ألم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم مجرمين، أو قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، مهما طال عمرك كم لبثتم في الأرض عدد سنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين، وقعد تحت الأرض مما مات لحد ما تقوم الساعة، أزمان لا يعلمها إلا الله. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. ربنا قال فتعالى الله الملك الحق، يعني الملك الحق ما بيخلق البشر من غير هدف وحكمة، الذي يخلق وينزل الشرائع هو الحكيم الخبير الذي لا يمكن أن يخلق الخلق عبثا وسدا، فإن الملوك يصنعون ويفعلون أشياء من باب العبث، لكن رب العزة والجلال لا يخلق إلا لحكمة عظيمة. عشان كده ربنا قال أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله. يعني السبب البيهو ديل يتمنوا الموت أو يتمنوا الرجعة بعد الموت وموازينهم خفت وربنا زجرهم هذا الزجر الشديد وحسوا بيروحهم ما عاشوا طويل في الدنيا ولقوا إنه حياتهم الدنيا ما فيها قيمة، السبب شنو؟ ربنا سبحانه وتعالى قال أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. ولا برهان له به هذه صفة كاشفة، يعني إنه أصلا ما حيلقى دليل. إنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ولذلك يا أخواننا دي مشاهد، النوع النوعية دي عند الله سبحانه وتعالى ما عنده أي حاجة، لا بيلقى شفاعة الشافعين من الأنبياء والرسل والشهداء والأصحاب، ما بيقدروا يشفعوا لك، لأنه حتى الشفاعة
ما بتكون للمشرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما من نبي إلا وله دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته في الدنيا، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله تعالى، من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. لذلك الدائرة الشفاعة، فعليه أن يسلك طريقها، وطريق إن الإنسان يكون قلبه سليم، قلبه صحيح، معتقد في الله سبحانه وتعالى. زور ربنا أنعم عليه ومن عليه، زور ربنا سبحانه وتعالى أداه النعم، الصحة والعافية والمال والستر، ربنا سبحانه وتعالى أداه النفس والبصر والسمع، ربنا سبحانه وتعالى أسبغ كما أنك تسبغ الثوب باللون، ربنا أسبغ على هذا الإنسان النعم. بعد ده يشكر غير ربنا سبحانه وتعالى ويصرف له العبادة، فكذا ربنا قال إن الذين كفروا ينادون، ده في سورة غافر، لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. ابن كثير قال ربنا لما يدخل أهل النار النار والعياذ بالله بيكره نفسهم كراهية شديدة، فربنا عز وجل بخاطبهم، وهذا من مشاهد الآخرة، ويقول لهم كراهية ربنا سبحانه وتعالى ليكم في الدنيا، لما كان الرسل والدعاة يدعوكم إنه تعبدوا الله وما تشركوا به وإنتم مصرين على الشرك والكفر، أكبر من مقتكم هسي لروحكم واتجوا جهنم، لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون، قالوا ربنا أمتنا اثنتين كنا ما في وحيتنا للدنيا ومتنا في القبر، وحيتنا هسي للآخرة موتين وحياتين، قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل، بس يا ربنا أمرقنا من جهنم، ربنا قال ما بتمرق. ليه؟ ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده، لما يقول لك الموضوع المطر والولد والرزق والضر والنفع والعبادات والقلب، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، لما يقول لكم الكلام ده أنتم ما بترضوا، ولما يقول لكم الله وعلان وفلان بترضوا. ربنا قال ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا، فالحكم لله العلي الكبير والذي يريكم آياته فلينظر الإنسان إلى طعامه. شوف صينة الغداء دي، أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. البني آدم قطع العيش ودقاه وطحنه وعملوا أكل وشال الباقي والدولة البهائم وخزنوا علف حماره وعلف بهيمته، جابت له اللبن وشرب وتكرع وسمن وبقى قوي وكبر وشبع واشتد، ثم دعا غير الله. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا، فالحكم لله العلي الكبير والذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب، فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره، يعني الوحي،
على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لله لا يخفى على الله منهم شيء. هنا في الدنيا ما الناس بتتكلم وديل جماعة وديل فرقة وديل مبارين زول وديل متابعين زول، ده في الدنيا. يوم هم بارزون لله لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ وين زولك القتة لحاق بعيد؟ وين زول الفزع؟ وين القتة بيصلك؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. وأنذرهم يوم الآزفة، سموها آزفة لأنها قريبة، أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر. شدة ما شافوا الفزع يا أخنا، شافوا جهنم ديك جاية. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. تتميز، تكاد تميز، يعني تتفصل من بعض وتتقطع من الغيظ. قالوا إذا جابوا الرجل والعياذ بالله مربط دارين يدعوه في النار، قال فتشهق إليه النار كما تشهق البغلة للشعير. لما البهيمة تكون جعانة وتجيب لها الأكل بتقوم تشهق، فتشهق النار إلى هذا المجرم. نسأل الله العافية والسلام. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، قيل باكين وقيل اجتمع عليهم الحزن والغيظ والكآبة. ما للظالمين، يعني ما للمشركين من حميم، ما في صاحب بيشفع عليه مشرك ولا شفيع يطاع. يعلم خائنة الأعين ربنا وما تخفي الصدور، والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء، إن الله هو السميع البصير. ولذلك خلاصة الكلام يا أخواننا، إن الإنسان الدار يلاقي ربنا زي ما قال إبراهيم عليه السلام يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فقلوبنا أخواننا كلنا ننظفها وما نستكبر على الحق، لأن روحنا واحدة وحياتنا واحدة والحياة القدام أبدية. إما ربنا قال وأنذرهم يوم الحسرة، يجيبوا الموت يضحوا بين الجنة والنار. أهل الجنة لو بيموتوا من الفرح كان ماتوا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود. وأهل النار لو بيموتوا من الحسرة كان ماتوا. ربنا سماه يوم التغابن، إن الناس بتندم على ما فوتت من الصالحة. حتى من دخل الجنة يندم أن لم يزدد صلاحا. وأما الخاسر والعياذ بالله فإنه يوم الغبن الأكبر، لأنه باع الحظ النفيس بالحظ الخسيس من الدنيا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا وأن يتجاوز عنا وأن يغفر لنا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حسن الختام، ونسأل الله عز وجل أن يختم لنا بالجنة. بارك الله فيكم ونشكر لكم هذه الاستضافة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول ونسمع. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير.